كيف تنظر أمريكا وينظر الأمريكي تحديدا إلى خارج الحدود، إلى خلينا نحن بهمنا لبنان يعني حاليا هلأ، كيف بينظروا إلى لبنان؟ كيف نحن وين نحن على جدول أعمال هذه الإدارة الأمريكية أصلا؟ نحن بند موجود ولا مش موجود؟ عشو بيتكلوا لحتى ليطلعوا أكثر على مجريات الأمور وكيف بيقرروا سياساتنا؟ أولا أمريكا دولة عندها قوات عسكرية ب 128 دولة في العالم، صحيح، وطبعا عندها نفوذ سياسي بكل أنحاء العالم وبكل الدول العالم، وهي الدولة العظمى. ما فينا يعني هذه وقائع بدنا نعترف فيها كرهنا أو بلنا يعني. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتغير، يعني اليوم في تغيير جذري في أمريكا وتتغير بشكل سريع جدا. يعني مثلا أمريكا اليوم تعيش مخاض اجتماعي، مخاض سياسي، ومخاض أمني. يعني أنا بقول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حرب أهلية باردة. نعم، حرب أهلية باردة. وأكبر دلائل وظهور هذه الحرب هي عندما انتهت ولاية دونالد ترامب وبدأت ولاية جو بايدن، واللي صار بالكونغرس هو علامات حتى الاف بي اي بأمريكا بدأت تفكر وتعيد تعيد نظرتها بالسياسة الأمنية، وتقول بأنه اليوم الإرهاب ليس من الخارج وإنما من الداخل. طبعا حلو. طلعوا قرارات فيها بأنه اليوم التركيز الأمني في من الاف بي اي هو على الإرهابيين من الداخل الأمريكي وليس من الخارج، يعني من بيسموهن الواي سوبريماسيست بأمريكا. هلا هيدي أمريكا اليوم تختلف عن أمريكا من زمان. أمريكا كانت أصابعها في كل العالم، اليوم أمريكا عم تعيش المخاض هذا والانقسام العمودي اللي موجود بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يكاد أن يقول بأنه حرب أهلية باردة، أنا بعتبرها هيك، وقابل للاشتعال. يعني حتى هذا الكلام يمكن نحن عم نفرض قابل للاشتعال، يعني قابل للاشتعال لأنه السلاح الموجود في اليد الشعب الأمريكي سلاح كتير فتاك بالشعب. ما عم بحكي أن العسكر، لا العسكر لوحده، بس الشعب الأمريكي عنده أسلحة وفي يعني وفي ميليشيات وفي ميليشيات في ميليشيات عنده دبابات وعنده مدافع ميليشيات طبعا. والقانون الأمريكي بيسمح لهم أنه يعملوا ميليشيات وينظموا ويعملوا كامبس ومسلحين طبعا، وبيعتبروا بأنه هذه الضمانة لأنه أنه يكون الحكم الأمريكي للشعب وليس لمجموعة. اليوم نحن عم نعيش المخاض السياسي نحن اللي حكينا عنه بأمريكا، مبين واضح جدا في انقسام عمودي بأمريكا حتى في القضاء. يعني قضية مثلا دونالد ترامب طبعا اللي أنا ما بأيده نهائيا، كم دعوة صاروا؟ هو مش عدة دعوة بس اتهامات، في 93 اتهام. 93 اتهام، هذا استخدام القضاء بالسياسي ما في شك. يعني وبعدين يعني انت خلينا نقول منك من مؤيدي، انا ما بأيد ترامب نهائيا، اعتبره انه دونالد ترامب اخطر رجل اذا انتخب مرة تانية في امريكا، لانه يريد القضاء على هيكلية النظام الأمريكي، بده يعتبر هو أمريكا أنه أحد شركاته وهو رئيس الشركة بيشيله بيحط اللي بده. فإذا يمكن جزء من هذه الاتهامات، عم تقول 93 اتهام، وجزء من يلي عم بيصير مع دونالد ترامب ويلي عم تقول هو عم يتم استخدام القضاء بالسياسة، ربما اللي فرملت أنه بالنهاية دونالد ترامب ناوي يترشح على مش ناوي يترشح، مرشح هو المرشح يعني الأقوى، هو المرشح الأقوى جمهوريا. بس هون مش عم تشوف أنه مثلا هيدا الشيء اللي عم بيصير مع دونالد ترامب بدل ما يضعفه عم بيقويله ونبضه في الشارع الأمريكي؟ طبعا، لأنه هذا دليل، هذا دليل على الانقسام الأمريكي. لأنه اليوم الأمريكي ما فيك تقنعيه أنه دونالد ترامب هذا اللي عمله مش مظبوط أبدا، بيعتبروه أنه هذا استغلال القضاء في السياسة.